السادة الحسينية احنا نمثل الرسول عليه الصلاة والسلام آل البيت. احنا ان شاء الله نكون هنا بتركيا نعطي الصورة عن السوريين بشكل عام. ان شاء الله نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، ونكون قدوة لباقي العشائر. كان بحل الخلافات او بالسلوك الحسن، انه نعطي صورة امام الدولة التركية والشعب التركي صورة حسنة للشعب السوري. ما ازيد على ما تكلم به الشيخ ماجد والاخ محمد، انما هناك ايضاح بسيط حول موضوع المجلس. المجلس يعني ما راح يزيد الشيخ ماجد نسبا، هو نسبه معروف كلياتنا نعلمه، إنما تشكيل هذا المجلس هو لخدمة أبناء القبيلة في كل مكان يستطيع هذا المجلس أن يصل إليه، في المناطق المحررة، في تركيا، بمختلف ولاياتها. احنا هدفنا من تأسيس المجلس عشيرة البقارة طبعا بداية جمع القبيلة على كلمة واحدة وعلى قيادة واحدة، وحث أبناء القبيلة في الداخل على الانشقاق عن الجماعات الانفصالية من البككة والبيدة والنظام. أكيد المكاتب أول شيء راح تكون خدمية لأبناء القبيلة، وطبعا إن شاء الله احنا نحاول نكون في إغاثية لأبناء القبيلة في الداخل في المحرر إن شاء الله، وسياسية إن شاء الله كمان. طبعا نشكر الحكومة التركية والشعب التركي على دعمه للشعب السوري. القبيلة هذه قبيلة البقار من بعد هذا اليوم سوف يقومون أمامنا كلهم جميعا بالتناصر مع الفئات الموجودة التركية. الهدف توحيد الكلمة وتوحيد الصف وجمع أبناء العمومة، يعني بحيث أن يكون فرحهم واحد حزنهم واحد، إذا كسر أحد منهم يجتمع الجميع على جبره. الشيخ ماجد الدحام البشير الرجال من أوائل الثوار بدير الزور والمقاتلين والمجاهدين الرجال. بعد مشاورات عديدة بين رجالات ووجهاء عشائر قبيلة البقارة تم التوافق على تشكيل مجلس أطلق عليه اسم أو مسمى مجلس قبيلة السادة البقارة في المغترب. الهدف الأسمى لهذا المجلس هو خدمة أبناء القبيلة المتواجدين كما أسلفت لك في المناطق المحررة وفي دول الجوار وخاصة الدولة التركية. سيكون هناك دور للمثقفين، سيكون هناك دور للشهادات التي تؤهل كل منهم ليكون في المكتب المختص، وعلى كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وخدميا وعلى مستوى السلم الأهلي أيضا. بالنسبة